المعرض أمانة جدا جميل. أهنأ مملكة البحرين، أهنأ جلالة الملك على هذا التنظيم الرائع، وأتمنى إن شاء الله المزيد من التقدم للمملكة. أمانة من ناحية الحجم عندنا الإماراتية الإيرباص 380، ولا ننسى طبعا من ناحية العروض الصقور السعودية، إبداعاتهم في كل مكان، وما شاء الله عليهم في تميز كل سنة من سنة لسنة للأفضل دائما. شنو رأيك في المعرض؟ جميل. شنو أكثر طيارة عجبتك؟ F-16. It's certainly bigger than last time. There seems to be a great attendance. Everything is very well organized. Having the red arrows is always a plus. I mean, who doesn't want to see the red arrows? But also all the other participants here as well. It's just wonderful. The atmosphere is great. And had a fantastic day. So I think it's very, very interesting show. Everything is amazing. Everything is made very in professional mode. So all the pilot, all the show, all the stand are so really, really nice. I think it's you must be here to see what happened and the show. والله شيء رهيب صراحة. مو مثل كل أربع سنين. آخر مرة كان 2018 كان جميل. صراحة التنظيم أروع. مو نفس كل سنة. وتعرف الفرسان الإمارات والطيائر من أمريكا شيء فظيع يعني. ممتاز فوق الممتاز كالعادة البحرين عادة كل سنتين. والله كل سنة كل مرة طيران الفرس الأمريكي يعني كالعادة الأول عادة. والله أول مرة أجي أنا الأير شو. تنظيم يبين عليه ممتاز، كل شيء كان سهل، دخلاتنا إجراءات يوم ندش بالسيارة كان مرتب. الطيارات اللي شفناها صراحة أول مرة إكسبيرينس كذي كان يعني، فكانت تجربة ممتعة وإن شاء الله السنة الجاية نكررها يعني. لحد الحين ما شفتهم، بس أنا دخلت الطيائر الحربية وكان شيء قريب من الأفلام اللي نشوفها، فشوي قريب من الخيال اللي إحنا على طول كنا نشوف في MBC وواتيفر يعني هاي القنوات الثانية.